أن نتحدث عن العام الجديد وأثاره الروحية. العام الهجري الجديد الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة أخبر الناس بأن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وقال إن السنة 12 شهرا، وتلا الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. ثم لم يكن للعرب تاريخ يؤرخون به، وكانت كلما جاء حدث عظيم أرخوا به، فكان آخر ما أرخوا به على المشهور عام الفيل لأنه كان حدثا غير معروف. ثم لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجاءته المكاتبات وأخبر بحاجة الناس إلى التاريخ، استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فاتفقوا إجماع منهم يعني بعد المداولات والأخذ والعطاء على أن يكون التاريخ بالهجرة، لأن الهجرة لها أثر عظيم. فلم يكن للمسلمين دولة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى هنا مسألة، المسألة تقول، يقول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في كلمة عظيمة له، يقول والناس صراع إلى الدنيا، وهذا حق وصف يعني ظاهر، والناس صراع إلى الدنيا. المملكة حتى توافق الأسواق العالمية وما يقع في الاقتصاد العالمي جعلوا الراتب الشهري بالشهور الميلادية، هذا جعل الناس تحفظ الشهور الميلادية جبلة لأنهم يريدون أن يصلوا إلى مقصودهم. وهذا بدأ يخشى أن الناس بدأوا قليلا ما يخشى عليهم أن ينسوا التاريخ الهجري والأشهر القمرية التي هي الأصل، وقرارات الدولة إنما يقدم فيها التاريخ الهجري كما هو معروف، ثم يقال الموافق لكذا في الميلاد. فلأجل هذا يعني قضية تنبيه الناس على أن هذا عام هجري، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة معه اتفقوا على أن يكون خروج الناس من الحج والمحرم هو بداية العام الهجري، وإلا الهجرة لم تكن في المحرم، كانت في شهر ربيع الأول، لكنهم اتفقوا رضوان الله عليهم على أن يكون شهر الله المحرم هو بداية العام الذي يستقبل الناس فيه حياتهم، لأنه يأتي بعد عودتهم من حج بيت الله الحرام. بعض الدول الإسلامية تجعل هناك إجازة رسمية في العام، عطلة يصادف فيه. وأعتقد أن تبني مثل هذا أمر حسن، تبني أن يكون هناك إجازة في بداية العام الهجري يوثق ارتباط الناس بتاريخهم الهجري. يعني لا يلزم أن يكون هناك يعني أشياء أخرى معينة تصاحبه، لكن يمكن يعني ماذا يقول، لكن حتى ابتعد عن قضية من يرى البدعة، نتكلم عن عيد شرعي، لا نتكلم عن قضية ماذا تفعل من عبادة، نتكلم عن شيء الهدف تعزيز الارتباط بالتاريخ، الارتباط كيف يوظف، ليس يعني صالح هو الذي يفصل في القضية، يعني هناك عقلاء ومؤرخون وعلماء في البلد يمكن استشارتهم ما هي الطريقة التي من خلالها نقدم شيئا حتى نربط الناس بتاريخهم الهجري. لأن حتى موضوع الإجازة في العام الهجري البعض يراه أنه بدعة وبعض نعم هم بعضهم يراه بدعة، لأنه يرى أنه شيئا دينيا، ويأخذ بقضية العيدين اللتين أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذان عيدان تعبديان لهما شعائر معروفة لا علاقة لهم، فليس الاحتفال بالعام الهجري ولا الاحتفال باليوم الوطني ليس هذا من البدعة في شيء. وإن شاء الله تعالى يحيينا الله قبيل اليوم الوطني ونتحدث كثيرا عن قضية اليوم الهدف الأساسي منها تعزيز الارتباط بالتاريخ الهجري.